السلام عليكم. ما شاء الله اليوم قضينا يوم جميل جدا 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 في RIS. اللي ما يعرف RIS هو Reviving the Islamic Spirit، يعني إحياء الروح الإسلامية. حاجة كذا صراحة ترد الروح، ما شاء الله تبارك الله. المحاضرات كانت جميلة والحضور كان جميل والناس كلها ما شاء الله تبارك الله، رغم البرد الشديد اليوم كان يعني ثلج مش طبيعي، والطريق أخذ لنا يمكن ساعة ونص تقريبا، بس ما شاء الله تبارك الله كل شيء كان جميل، اللهم بارك. الجلسة تعرفت على ناس كثير ما شاء الله تبارك الله، المكان كان جميل، المحاضرات كانت جدا حلوة ما شاء الله تبارك الله. أتمنيتكم تكونوا معانا ما شاء الله تبارك الله. يمكن اللي حيجي بكرة أو كذا نتعرف عليه ونشوفه إن شاء الله بإذن الله، حاضرين بكرة وبعده إن شاء الله. يلا خليكم إن شاء الله تصبحون على خير. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ اللهم بارك يا ربي. يلا مع السلامة. حبيت آخر لحظة كنت أسجل لكم.